نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل فيقول: يقول فلان في كتابه: وقد بينت في كتابي هذا بطلان من زعم إجماع السلف على تكفير تارك عمل الجوارح، وأن عدم تكفير تارك أعمال الجوارح قول المرجئة. ثم قال في ثنايا كتابه: حتى أن الشيخين رحمهم الله من علماء بلادنا اتفقا كما سبق بيانه أن من لم يكفر بترك عمل الجوارح، قوله هذا هو قول من أقوال أهل السنة ولا يخرج عن أهل السنة بمقولته تلك، فما ردكم حفظكم الله؟ هذا هذيان لا نلتفت إليه ولا نشغل وقتنا به، هذا من جملة الهذيان الباطل المخالف للأدلة. نعم.